توقعات برج القوس ليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023، بالنسبة ليك هيكون الكون كله بيتآمر عليك مع القمر عشان يساعدوك تنمو أكتر، وهيدعوك بوضوح وصدق إنك تفتكر إن مركور دايما عنده القدرة عشان يخلق ويدمر. هتختاره ده بعناية. نصيحتي ليك إنك تاخد الحياة صداها زي اللي بترسله ليك هيرجع ليك، وهتبتدي تحصد كل اللي انت بتزرعه. النهاردة هتبقى انت سيد مصيرك، فما تنساش. في الحب هيجيب ليك قمر المشترى السداسي طاقة إيجابية كتير جدا. الوقت هيبقى مناسب لو حبيت تشارك مشاعرك مع حبيبك، حتى لو كنت عازب هتفتح قلبك عشان تقابله بشكل جديد. النهاردة انت كالفراشة في الحب، كل ما كنت بتطير بتهرب منك أكتر وأكتر. لو كنت بتسيبها تطير هتجيلك رجعة في الوقت المناسب. بالنسبة ليك في الشغل هيفكرك القمر بأنك لازم تتزامن مع زحل عشان تعرف ازاي تنضبط وازاي تبقى مسؤول اكتر. ما تخليش نفسك تضغي عليك المهمات الزيادة، هتاخد الوقت الكافي عشان تخطط وتنظم. هتفتكر انك دايما مش بتبني في يوم واحد، قدامك كل خطوة صغيرة وكبيرة ليها اهمية كتير. صحيا علشان تحصل على الرفاهية اللي بتتمناها هيشجع كوكب المشترى عشان تغذي عقلك اكتر. بنصحك انك تقرأ كتاب جديد وتتعلم حاجة جديدة، هتتأمل في عقلك اكتر، وهتبقى افكارك هي البذور الاساسية عشان تزرع ظهورك المناسبة، وهتبقى برضو زراعة للأعشاب الضارة. فخلي بالك انت بتزرع ايه عشان هتحصده. على صعيدك المادي هيشير القمر السداسي ايضا لعدد كبير من المعاملات والمفاوضات، لازم تبقى حذر اكتر ومدروس لكل الافكار. هتفتكر ان الفلوس دايما بتخدمك بشكل عظيم، لكن انت سيد نفسك، فما تخليش الاموال تتحكم في حياتك.